حضراتكم قد ايه الاهتمام بهذه البطوله؟ وقد ايه الاهتمام زاد بعد ما الناس شافت حفل الافتتاح الرائع المبهر لكل العالم الحقيقه، ومش انا اللي بقول الكلام ده، العالم كله بيتكلم عن حفل الافتتاح، وجبت لكم معظم المواقع العالميه ومعظم الجرايد الكبيره العالميه اتكلمت عن حفل الافتتاح بمنتهى الانبهار وبمنتهى الاندهاش وبمنتهى الجمال في هذا الحفل. من الناحيه السياسيه بقى، تخيلوا حضراتكم ان مثلا رئيس ناميبيا بيقول لمنتخب وطنه: عودوا ببطوله امم افريقيا وكونوا سفراء رياضه مثاليين. ورئيس السنغال ايضا بيقول لمنتخب بلاده: الشعب خلفكم فتوجوا رحلتكم ببطوله الكان. ايضا الرئيس الكيني بيدعم بلاده قبل موقعه الجزائر بامم افريقيا. رؤساء الدول دلوقتي اصبحت عارفة قيمة الرياضة في كل القارة الأفريقية، هم طبعا طول عمرهم عارفين، ولكن النهاردة الحرص زاد على الدعم، الحرص زاد على الدعم، خصوصا بعد ما الكل شاف الاهتمام العالمي بهذه البطولة والاهتمام العالمي بحفل الافتتاح ده. طبعا الرئيس الكيني يعني أعتقد أن ده قصر الرئاسة بيلعب كرة قدم مع أحد مساعدي أو معاوني في القصر الكيني. قد إيه الرياضة دلوقتي وكرة القدم أصبحت لها دور كبير جدا جدا في كل حاجة، في كل حاجة الحقيقة، هي اللي بتسعد شعب كبير جدا جدا. وقد إيه برضو القوة الناعمة لها دور، القوة الناعمة السيدات يعني لهم دور كبير جدا وشيء جميل جدا. لا والله دي مكالمة جامدة وحلوة جدا جدا جدا، يعني معايا مكالمة حلوة قوي يا جماعة والله، يعني أنا سعيد بيها أولاً لأنه كان زميل لفترات طويلة جداً سواء في منتخب مصر أو في النادي الأهلي، وثانياً لأنه ممثل كبير جداً جداً وأحد نجوم التمثيل حالياً، يعني عامل دلوقتي بسم الله ما شاء الله، كان عامل فيلم الممر ومسلسل حكايتي كان في رمضان، عاملين مشاهدات كبيرة جداً. النجم أحمد صلاح حسني، ازيك يا أبو حميد؟ يا اسلام حبيبي يا نجم، وحشني والله. وانت وحشني اكتر يا حبيبي، ربنا يخليك، والف مبروك على البرنامج بتاعك الجميل، وانت جميل واي حاجه بتعملها حلوه يا اسلام. حبيبي يا ابو حميد ربنا يخليك، انا اللي سعيد بيك جدا جدا جدا، ويعني قد ايه الواحد بيبقى فخور وسعيد وفرحان لما بيلاقي احد الناس اللي موجودين معاه في جيله اصبحوا في كره القدم طبعا، وبعد كده في التمثيل كمان او في مجال اخر، حاجه جميله جدا يا احمد. فانا يعني بحييك على الاداء الممتع اللي احنا بنشوفه منك. ربنا يخليك يا اسلام، وانا بحييك على موهبتك، لان موضوع ان حد يتكلم في الكوره ده انا بالنسبه لي مش اي حد بتفرج عليه، دي حقيقه وبقولها لك في وشك. انت راجل طول عمرك عندك شخصيه في الملعب وبره الملعب، فعشان كده انا بحبك، وعشان كده خلي بالك انا ما بعملش مداخلات خالص. انا عارف الرياضة. انا عارف وانا النهارده خد بالك انا مش هكلمك غير على الرياضه. لا، وانا ما انا ليه عملت كده؟ لان انا عارف انا بكلم مين، وعارف انت راجل فير حبيبي، وراجل حبيبي. بتفهم كوره كويس جدا، وكنت لعيب جامد قوي، واوفراتك ياما صدتنا بقى، فيعني يعني انت حبيبي يا اسلام، حبيبي يا ابو حميد، ومنور دايما وسعداء بيك الحقيقه وبتالقك الشديد خلال الفتره الاخيره. عايز اسالك احمد اولا، ايه رايك في، انا متاكد ان انت متابع لكل المباريات الا باستثناء طبعا المباريات اللي بيبقى فيها عندك شغل، ولكن حتى الان اليوم الثالث او الرابع، ايه رايك في المباريات؟ بص، انا طبعا الفتره دي برضو الحقيقه يعني، والمفروض ان احنا خلصنا رمضان وانه الدنيا بقى الواحد المفروض يبقى فاضي، بس الحقيقه ان انا مش فاضي قوي يعني. انا طب كويس، احنا مش عايزينك فاضي على طول. فاتفرجت على كام ماتش كده، بس انا الكونكلوجن عندي او اللي انا شايفه انه في خطوره على المنتخب بتاعنا من الكور الثابته. الفرقه اللي بتعرف تلعب كور ثابته هيبقى عندنا مشكله فيها. انا ده رايي، احنا تاكتيكال ممكن ماشي، ظروف المباراه، ظروف ان هي المباراه الافتتاحيه، ممكن الناس تبقى متضايقه من الشوط الثاني، قال لك في كوره الشوط الاولاني، او كان لينا شكل الشوط الاولاني، الشوط الثاني بقى شكلنا مش قوي. في عندنا طبعا دروب في الفتنس واضح، في عندنا دروب في فكره انه بنلعب قدام جمهور. خلي بالك طبعا إن, 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 ان الناس بتنسى فكره ان 70% من اللعيبه فيما عدا المحترفين ما بيلعبوش بجمهور طول السنه،
ففكره ان استاد القاهره واستاد القاهره بالذات وانا وانت هنبقى عارفين قيمه استاد القاهره لما يبقى طبعا مليان طبعا ورهبته لما يبقى مليان موضوع تاني خالص. فانا عاذر اللعيبه دي، انا بالنسبه لي مديهم عذر 30% من ال 100% اللي المفروض يبقوا فيها. بس الحاجه اللي ممكن ابقى عايزها تحصل او عايز اشوفها الفتره الجايه هو ان اللعيبه تبقى محضره نفسها ذهنيا اكتر من كده، ذهنيا يخش جوه الماتش اكتر من كده. نص الملعب لازم يبقى فيه تقل شويه، نمسك كوره عشان نعرف نوصلها لعبد الله، وبالتالي عبد الله يلعب الثلاثه الفراوده اللي قدام. لان انت انا مشكلتي ان كان في جاب كبيره قوي بين النص بين الديفنس وبين الهجوم. اللي عمل الجاب دي ان احنا بنقطع الكوره بس التصرف فيما بعد قطع الكوره كان بيبقى فيه لهوجه. فما كناش ماسكين الكوره، فبالتالي اتقطع الاتصال بعبد الله، ولو اتقطع الاتصال بعبد الله هيضطر يسقط تحت تلتين ملعب عشان يستلم كوره. انا بتكلم في حاجات تكتيكال، انا اسف للناس. لا لا الناس خلاص، الناس فاهمه كوره دلوقتي، يعني الناس فاهمه انا بتكلم في ايه. طبعا فده كان عامل دروب لعبد الله في مستواه. انا شايف ان عبد الله كان بيحاول وبيجري وبتاع، بس هو مش لاقي الكوره في تلت الملعب اللي هو المنطقه اللي قبل ال 18 اللي هي منطقه خطوره عبد الله، بحيث انه يقدر يعمل ثروات لصلاح من ظهر الديفنس وثروات لتريزيجيه في ظهر الديفنس. فاهم قصدي؟ انا شايف ان تريزيجيه هياكل عيش جامد قوي في البطوله دي. هيبقى كويس. انت شايف ان تريزيجيه هيبقى كويس في البطوله دي؟ تريزيجيه هياكل عيش جامد لو فضلنا نلعب صلاح طرف، لان لو خدت بالك الشوط الاولاني مركزين مع صلاح قوي، في اثنين لعيبه ماسكين محمد صلاح، واحد معاه مان تو مان والثاني مغطي. فده عامل ناحيه اليمين، عامل ناحيه الشمال راحه لتريزيجيه، بيعدي من واحد والثاني وتريزيجيه عنده السرعه. ايوه عايزين نلعب على دي. نلعب على دي طول الوقت، وصلاح هيعرف يعني صلاح هيعرف يحل. هي الفرقه لو فايقه وبنوصل الكوره لعبد الله هنعرف نلعب كوره لقدام، هيبقى في خطوره لقدام وهنجيب اجوان ان شاء الله. طب بقول لك ايه، ما تيجي يوم كده تحلل معايا الماتش؟ لا يا عم خلاص يا عم، انا بقول الكلمتين اللي حافظهم وخلاص. لا والله بسم الله ما شاء الله، كل خبرائنا الحقيقه اتكلموا خلال الثلاث اربع ايام اللي فاتوا او بعد المباراه، يعني تقريبا نفس الكلام اللي انت بتقوله. لسه فاكر يا احمد؟ ها لا، يا اصل الكوره في الراس يا صاحبي، انت عارف احنا هنفضل نقول دلوقتي انت يعني في لعيبه كوره كتير اللي نقل كارير تاني غير الاعلام او غير البتاع، وبقى عنده بيزنس وبتاع. لو سالته هتلاقيه عنده نولج وعنده فاكر وبتاع. وبعدين خلي بالك ان انا برضو اتعلمت كوره الماني شويه، هتلاقيني في الحته دي. لا انا ذهني حاضر طبعا طول الوقت في الكوره، وبحبها وكريتيكال وبحب منتخب مصر جدا، وبتفاعل مع اللعيبه جدا، وببقى نفسي انت فاهم قصدي، كلنا بنبقى كده يعني. طبعا. اتفرجت على الماتش فين يا احمد؟ في البيت ولا بره يعني؟ انا بتفرج في عامه بتفرج في البيت، بس انا اول ماتش الافتتاح صحابي زن بقى وبتاع، وننزل نقعد في حته مكان بتاع صاحبي كده، فخدنا بقى مراتاتنا والدنيا وبتاع، ورحنا وتيشيرتات وبتاع والدلع. هتفكر تروح الاستاد خلال الفتره اللي جايه ولا صعب؟ ان شاء الله هروح الاستاد في الفاينل. طيب لما شفت المنظر والجمهور وهذا التنظيم الرائع وهذا الشكل الرائع الجميل اللي الكل بيتكلم عنه بمنتهى الابهار، ما جالكش كده احساس ان انا يعني عايز العب كوره حنين يعني؟ عايز الحقيقه؟ عايز الحقيقه طبعا. انا متصالح مع نفسي في الموضوع ده جدا. كويس. ما جاليش احساس اني عايز العب. لا فعلا؟ لان خلي بالك انا بطلت بدري يعني. انت بطلت بدري خالص. الناس كلها كانت بتسالني السؤال ده، ولو انت شايف ان انا النهارده ممثل كويس، او ان انا بقيت في حته كويسه، او الناس شايفاك كممثل او بتاخد خطوات نجاح او بتنجح او الكلام ده، فهو لان انا قررت ما بيني وبين نفسي ان انا ممثل خلاص. انا متصالح مع نفسي في لعيب الكوره احمد صلاح حسني لعيب الكوره، مع اني بحبه جدا وبحب احترم جدا كل لحظه لعبت فيها كوره، لان الكوره علمتني كتير جدا. كفايه الالتزام، كفايه الالتزام. يعني انا النهارده اقدر اقول لك ان انا ممثل ملتزم. اي حد بيشتغل معايا بيقول عليا اول صفه وبتفرق معايا جدا انه يقول عليا ملتزم. ملتزم في مواعيدي، ملتزم في شغلي، بديله 100%. وده اللي اتعلمته من الكوره. طبعا ده اللي اتعلمته من الرياضه عامه، الرياضه فيها ده. فاهم قصدي؟ يعني انت هتلاقي نفسك عندك نفس الطباع. لو عندك شغل، عندك هوا، عندك الحاجات دي بتبقى مقدسه يعني. بتبقى لان انت ما بتحبش ان حد
يشوفك اقل ما انت شايف نفسك، انت شايف نفسك في حته كويسه، فلازم الناس تشوفك بنفس الكلام ده بالالتزام. فاهم قصدي؟ مظبوط. طب قول لي احمد كده، يعني خلال الفتره اللي فاتت ومشاهدتك للمباراة الأولى لمنتخبنا الوطني، هل تتوقع أن منتخبنا يصل للمباراة النهائية ويحقق أحلام الملايين اللي موجودة، ولا شايف أن منتخبنا أو بتقول لناس إيه؟ لأن أنا الحقيقة شايف تكسير كبير جدا في منتخبنا خلال اليومين ثلاثة اللي فاتوا بعد المباراة تحديدا، بعد المباراة الأولى تحديدا. يعني هو أنا مش هضحك عليك، الناس قلقان. مظبوط. لأنك لما بتلعب إسلام كورة هجومية وإحنا طبعنا هجومي. نعم. يعني احنا كمنتخب او حتى سواء في الانديه اللي احنا لعبنا فيها، يعني انت لعبت متعود، لعبت اسماعيلي، لعبت اهلي، فلعبت منتخب مصر، متعود ان فرقتك بتهاجم على طول. جمهورك متعود ان ليك، لا عندك صلابه دفاعيه طبعا، مأمن نفسك، ولكن الكوره بتيجي من الهجوم ايا كان. انت بتلعب ايا كانت الفرقه اللي بتلعبها، لازم يبقى ليك شكل هجومي. ممكن لقلق الناس شويه ان الشكل الهجومي في المباراه الاولانيه ما كانش واضح. هو ليه اسباب اتكلمنا فيها، ان بعض اللعيبه مخضوضه، وبعض اللعيبه بقى لها كتير ما لعبتش قدام جمهور. انا بكلمك على منتخب راح كاس العالم، انا اسف ان انا بقول كده، بس يعني اطول وقت للعيبه بيلعب، معظم اللعيبه اللي في المنتخب بيلعبوا دوري ما فيهوش جمهور. انا مع موضوع الجمهور ده، موضوع الجمهور ده مؤلم. انا والله بيصعب عليا الدوري المصري باللعيبه، وانت يا سامع تفهم قصدي، يعني طبعا العب من غير جمهور. بس خد بالك الريس في كلامه بعد مباراه الافتتاح، يعني شبه قال ان من الممكن جدا تنفيذ نظام تذكرتي على مباريات المحليه في الدوري والكاس خلال الموسم اللي جاي، وبالتالي ممكن جدا نشوف جمهور مره اخرى خلال الموسم اللي جاي. يعني بص يا اسلام، انا متاكد ان الريس نفسه المدرجات كلها تبقى مليانه، بس هو خايف علينا وخايف على البلد وخايف على الكوره انها تقف تاني ويحصل مشاكل بالزبط. تاني الراجل بيحاول يامننا، فاحنا محتاجين بس نفهم ان الكوره في الاول وفي الاخر رياضه. يعني انت يا اسلام لما كنت بتلعب في الاسماعيلي وانا كنت بلعب في الاهلي ولا بلعب بره، ما احنا الناس ما تعرفش ان احنا اصحاب جدا. اللي بيلعب في الاهلي وفي الزمالك دول احنا اصحاب، كل اللي بيننا وبين بعض منافسه. منافسة فرقة، أنا منتمي للأهلي، أنت منتمي للزمالك. بعد ما الماتش بيخلص بنقعد بنتقابل مع بعض وبنسهر وخلاص الموضوع. أنت لازم تفهم ده، لأن أنت هتلاقي إن أنت صاحبك حبيبك، أنا أصحابي زملكاوية كتير، ما أنت عارف أنا أصحابي طبعا، حازم إمام صاحبي وميدو صاحبي وكل دول زملكاوية. فاهم قصدي؟ وصحابي جدا، بس في الآخر أنا راجل أهلاوي وهو زملكاوي، بس بحترمه وهو بيحترمني، وهو ده اللي المفروض يرجع زي زمان. الناس كانت كده، وحته التعصب والكلام ده كله لازم نعديه، لان احنا بجد احنا بلد كبيره قوي، وبلد في الكوره كبيره قوي، وافريقيا بتعمل لنا مليون حساب. انت قعدت سنتين ما بتروحش بطوله امم، لما رحت كنت واخدها قبليها ثلاث مرات، لما رحت لعبت فاينل. فده ده ده دي قيمه، دي قيمه بلد، دي قيمه منتخب مصر. احنا منتخب كبير. احمد عايز برضو اسالك في شيء مهم جدا، هل ممكن انت راجل دلوقتي محترف في التمثيل الحقيقه، والناس كلها بتقول هذا الكلام، سيبك من ان احنا اصحاب ولا حاجه، لكن الناس كلها بتتكلم في هذا الموضوع وبتقول ان انت واحد من افضل الممثلين على الاقل. مش هتكلم قبل كده، انا خليني في رمضان وما حدث من رمضان لغايه دلوقتي، فالناس كلها بتتكلم على انه انت واحد من افضل الممثلين اللي موجودين في مصر حاليا. طيب هل ممكن انت تفكر خلال الفتره اللي جايه ان انت تعمل رحله كفاح لعيب كوره؟ مش هقول لك محمد صلاح، ولكن اعتقد ان فيلم زي ده ممكن يبقى له دور كبير جدا 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 في على الاقل قدوه لناس كتيره خلال الشباب اللي احنا شايفينه واللي احنا عارفينه هنا في مصر، يشوف قد ايه الناس بتتعب من ساعه ما تبدا كره قدم لغايه لما توصل على الاقل مثلا تبقى، او لما تنظر لواحد زي محمد صلاح. هل من الممكن انت تعمل حاجه زي دي؟ بص يا اسلام، انا ممكن اعمل اي ورق حلو. يعني ده يعني بجد بجد، والكلمه دي انا مش بقولها لك كده هباء، لا انا ممكن اعمل اي ورق سيناريو احس انه في مسج قوي وفي حاله هتوصل للناس هعمله. ولو حاجه ليها علاقه بالرياضه او ليها علاقه بحاجه انا عملتها قبل كده يا ريت، هتبقى حلوه جدا. في الموضوع يعني انا بحيي يوسف الشريف على فيلمه العالمي طبعا، لانه اتكلم في حاجات
اتكلم في حاجات تفاصيل كتيرة جدا عن لعيب الكرة الناس ما تعرفهاش وجسدها بطريقة كويسة جدا حقيقة. فأوريدي الفيلم ده اتعمل قبل كده. فلو في اتجاه لدايركشن تانية خالص عشان ما نبقاش أنا مش من الشخصيات اللي بقلد حد أو بكرر حاجة اتعملت قبل كده. فلو في المساحة بتاعت ورق جديد في اللي انت بتقوله ده بطريقة تانية بشكل تاني بتاع ليه لا طبعا انا مش ضد اي ورق حلو. طيب عايز اسالك برضو سؤال مهم جدا عن السوشيال ميديا، ايه رايك في السوشيال ميديا وتاثيرها على اللاعبين؟ يعني احنا اليومين ثلاثه اللي فاتوا سمعنا عن القصه اللي ما اعرفش انت عرفت هذا الموضوع ولا لا، ولكن سمعنا على القصه اللي حصلت من بعض اعضاء او من بعض لاعبي منتخبنا الوطني، ويعني بيتقال ان هم عملوا كذا وكذا وكذا. ايه رايك في هذا الموضوع وفي السوشيال ميديا بشكل عام وتاثيرها على اللاعبين؟ لا السوشيال ميديا هي المحرك الاساسي دلوقتي زي ما كلنا عارفين ده. احنا ايامنا لو كان في سوشيال ميديا لا كانت الامور هتبقى مختلفه، كانت الامور هتتغير تماما. احنا ايامنا يعني انا فاكر اول لما رحت شتوتجارت في المانيا في 2000 لا الموضوع كان حاجه تانية خالص. الناس كانت الناس اللي هم المجانين كوره قوي يعني كانوا بيقعدوا يدوروا على قناه زي دي اف والقنوات اللي هي بس بتعرض الاجوان بتاعه الاسبوع. عارف مش هدفهم مش طموحهم انهم يشوفوا الماتشات. النهارده بقت الماتشات في كل حته. اليوتيوب والحاجات التانية دي طبعا تقدر تشوف فيديوهات تقدر تشوف في حاجات. بص هي سلاح ذو حدين. هو انت هتقرر توجه الناس فين بيها انت. شخصيا انت لو نجم كوره لو ممثل لو مغني لو سياسي لو ايا كان انت ايه انت اللي بتقرر انت عايز الناس يشوفوك في اي صوره. فانا نصيحتي لعيبه الكوره ان وري الناس حياتك بس ما تقتلش حياتهم. يعني ما تسمعهمش حاجه وحشه ما تقولهمش لفظ وحش لان الناس في الاخر بياخدونا قدوه سواء لعيب كوره سواء ممثل سواء مدرب سواء سياسي سواء ايا كان بياخدونا قدوه. ودي مسؤوليه في حد ذاتها. فانت عايز تحط نفسك فين وعايز تعلم الولاد الصغيرين دول ايه؟ انت فاهم قصدي؟ صح ده المهم. يعني انت احساسك ايه برضو بقى بعد ما عملت فيلم ونجح بهذا النجاح الباهر الحقيقه و